ها ابو زينب صار له سمكه كبيره ضخمه. جرى ابو زينب هلا شوف ابو زينب جرى. خاف ما يصدقون، بس انا راح اخليك راح اعوفها. شو هاي؟ اقول خطيه. كان حوت. شنو هاي السمكه؟ دير بالك شنو هاي؟ وين صارت؟ دير بالك لا تقص ايدك. جرى ابو زينب. اخ ضخمه والله كبيره. اقصدها ورجعها. تقول رجعها؟ وين ترجعها؟ السطل يعني. غطى بالماي ترى، غطى بالماي. ابو زينب ترى صار سطى الترس مع الحوت هذا تو صاداه، بس خوش سمكه والله. شوف انت بعدين لك شنو هاي يا ابوي؟ شوفوني يا بيت، ترى هذا سمك حي، وهاي مثل الهور هنا. هاي بحيره كبيره هنا مقاطعه، هذا نهر من اصل بحيره يجي. روح ودي ظهري. حطن صادت؟ دقيقة صادت؟ هلا صورك. كلك دفت اللي بدي طيبك. هلا صورك طيبك. أنا طفية خطر داخل، أطفية كاميرا. وين مات يا؟ أخي شو ذيش؟ ها؟ إيه مفتوحة أكيد؟ صدنا لنا سمكة أكيد؟ إيه مفتوحة. شنو هاي بعيدة؟ هي الوحيدة بس. حطها انت، لو تحطها بالسطل، قلت لك حطها بالسطل. ماشي دخلها هاي، وخيطك جاي تجربي. وهاي احنا كيك ابو زينب، خلنا هدها هاي. انا ححدها اخوان، ما اقدر اصيدها هاي. خليته على ما اروح اجيبك سياره. اجي اوقفها.